المشكل ديالنا مشكل السيناريو، حنا هذا هو الضعف عندنا. ما قادرش المخرج يخرج ويمشي يعطي شي سيناريو يكتب شويه سيناريو مزيان، كتلقى المخرج كيدير لك هو السيناريو هو تيدير سميتو هو الكاستينغ. وعندنا مشكل اخر ديال النهايه، كتلقى مع واحد الجمهور كيقول لك عز ماكم كديروا لنا فيلم بلا نهايه. عزيز داداس نقول لك هذه ماذا يعني عامين ونص دابا ديال البرنامج يوميا، وقت ما نهضروا على الدراما المغربيه المستمعين كيعيطوا باش يقول لنا هضره واحده، علاش الافلام المغربيه ما فيهاش النهايه؟ نقول لك علاش، وانا كنقول لهم هضره واحده النهايه كاينه في واحد لوبسوف في التيليكوموند. انا نقول لك واحد القضيه باش غنجاوب الجمهور المغربي، والله العظيم السي السخلي الا ما كان ناخذ السيناريو كنحلو كنلقاو فيه النهايه نهار الاول كتكون بقدره قادر ما تلقاوش النهايه. انا نقول لك علاش، حنا المواطن المغربي خصو يشوف الصوره. دابا عندي انا في النهايه وسقطت عماره والنار وطوموبيلات تقلبات، كيجي المونتيج كيدير بحال هكا كيشوف كيدير ما كاينتشون، اجا حسن خدام عنده تيسوق به ولا شي لعبه كيقول شوف غتدخل عند البطل تقول له رابط العماره، المغربي ما غيشوف العماره طيب كيقول لي هكا سامبل رابط العماره والشركه ما بقاتش كات والنهايه تطلع شي جينيري في شكل وشي مشكيت غادي يجري في سيرينا شادوفر على واحد لا سيري درنا، وكتلقى في القهوه كيقول لك واش تفرجتي فيا ما في، ولكن في الوراق وحق الله الا افلام تنقرا وكنظن نقص بالزربه تنقول الله هي النهايه وماتت وخد مرا اخرى تبان لك على الورق على الورق بقدره قادر والله العظيم، حيت حنا باقيين ما قادرينش يعني مثلا فيلم ما تنقولش النهايه باش ما يخلصوهمش النهايه الاخرى. لا غادي تقول النهايه ويطيح الباب. انا ترى عندنا مشكل في مسلسل دمع رجال كنت مثل فيه يعني حسن غنجة على اساس نهار الاول قالوا لي بانه غيكون الجزء الثاني، دونك خلاه المسلسل بلا نهايه والناس كيسولوني كيقولوا لي عادي فين النهايه وهذا، قول لهم لا راه على حساب عندي الجزء الثاني، من بعد دابا ما بقاش اتفاق ما غيكونش الجزء الثاني، دونك بقى هذاك المسلسل هذاك ما بلا نهايه. النهايه انا هادشي اللي بان لي غادي نعيطوا لسي حسن غنجة نقول له صور لنا حنا شي نهايه نعيطوا باش راح يزورك وهذا نديروا النهايه. انا واحد الحاجه محدي انا معك تنقولها يا ربي هاد المنتجين ما يبقاوش، حيت دابا تدخل عند شي منتج تيقول لك الله يرحم والديك انا راني اصحاب الماتيريال وها ما تاكلوا وها لي تكنيسيان وتعاون معنا. انا واش كنوقف هذا منتج غير تنشوف لي في عينه كيدير ديك هذيك حني رويس البيجي ما كاين فينا، علاش اصاحبي البيجي ما كاين؟ هو غيكون في العمل الجاي العمل الجاي نعوضوا لك والنهايه ما كايناش. انا كنعرف ممثل صديق ديالي لعب شي مشيهد غادي يخرج من واحد الدوش داز في السطوان كات سالا، المهم مشي تخلص دابا مشي تخلص تيبارك مع جوج اللي غيخلصوه هما جوج ديال الشركه هما اللي غادي يخلصوه، ميم با داكشي اللي غادي يعطي يقدر يجبدو من الجيب اللوراني. هو يقول لي اش لعبتي في الفيلم انت اش لعبتي؟ قال لي انا هو داك اللي مش عيب اللي غادي يخرج من جهه الطواليط وغادي اوه انت هو مش عيب، هذا هو مش عيب، انت هو مش عيب درتي ديك الروغارد وداكشي غدير واحد القضيه دابا راه ما كاين فلوس ولكن شوف الثاني الجزء الثاني غنلعبوك بشعيب غتلعب بطل. شتي انت هزيتينا، شتي انا تهزيت، شتي المسلسل كله بابطال وانا هزاتني ديك المشهد ديالك. تصور معايا هاد ليماج صاحبي مسكين توا تيق وكيشوف فيهم وكيقول لي انا عرفت منتج اخر الله يذكره بخير صديق ديالنا الله يذكره بخير دار فيلم ونو يديروا فابور وحق الله العظيم. انا غادي نوظف هذه اللعيبه غناخذها ليه لان هو شنو تيدير لك السقلي. تيجي عندك البريمير شفتو كيقول الله يرحمه باغا تعاون معنا في واحد الفيلم، حنا دايرين فابور مخلصين لنا سي ام. كيجي عندك هذا اللي هو صديقنا كيجيب لك مصحف مورا ظهره كيقول لك تثق فيا انا وحق هذا المصحف بحال هكا ولينا صاحبي بهالطريقه غادي انت يا صاحبي حتى كرامه الفنان وانتم ما عندكم الفلوس. ما فهمتش يمكن كاين تغيير ما سمعنا دابا يا ربي يكون يعني انا خصو يكون تغيير خصو يكون تغيير والا غادي نبقاو نفس العمليه نفس العمليه. انا هذيك الكونترادات الوسطانيه ما تبقاش تسيني انا مزوق فيك حيت دابا كيديروا سميتك ولا كارت ناسيون كيدور واحد الكونترا الوسط تدير فيها ثمن كيقطعوا كيركبوا ثمن اخر فهمتيني، خص هذا الشيء ما يبقاش يدار، خصنا نبداو يدار مع شركه انتاج. وحتى كاينه مشكله اخرى وانا تنتحمل هذه المسؤوليه حتى ما عنديش المشكل فيها، هما ما عندهمش معايا انا نقولها. ان كيتشارج كيتشارج انا شحال من كيتشارج انا شفت فيه ممثلين ما لعبوش في المسلسل. وحق الله بن عبو عبد القادر هذا كيدي كيقول له عندك هادو كيقول لي عندي شحال الثمن كيحسبوا كيتيكار شحال شاط لك الغد بقدره قادر كيولي فيه وحده اخرين ما تنعرفش اصاحبي. انا افلام شفت فيهم الناس كتبيع بزنازه البوليس قالوا لي قالوا لي هذاك راه بزنازه داخلين صافي تشوفوا في السينما ولا تلقى شي واحد في الطوبيس كيقول لك انا غنضحك واش والله الا هذه ديال بزناز والله تكيف تنقول لك زعما بحكم انا تنحضر لهاد الحويجات وتنشوف راه شي حاجه بيناتنا.
دابا كنقول لك ما كاين ما اشرف من الدومين ديالنا الحمد لله، لا مع الناس ولا مع حتى مع نفسك، ولكن شو اللي استصغروا هاد الناس هاد اللي كيبيعوا ويشريوا. انا تنعرف ان ناس وحق الله العظيم، انا منتج عنده بارك وقهوه دار لنا انتاج الفيلم وكيدرب الممثلين. تصور معايا عنده قهوه كيقول لك دويتها وكان حاط شي ممثل كنعرف بدا الضحكه كنسلت ليه انا حيت كيقول لك ريبيتي معاك راه هذاك الشيء هذا المنتج لا هو كيفهم في الشيشه لا مشغول هو الشيشه بلاهم الشيشه يقول لك يقول لك انا الممثل جاو عنده عزمه كيشيشوش ولا كيشيشو وعندك واحد راه كيخلصوا بالمعسه عادي عادي شوف كاع شوف راه الناس اللي كنقولوا شي ملي تناخذ مثلا ملي تناخذ واحد الفيلم شوف من الابطال هذوك اللي الصغيورين لي ديتاي لي سكوندو انا عرفت صاحبي دوك لي سكوندو في العالم باكمله كنجيبو دي زاكتور ممثل ممثل انا بالزرار كانوا ممثلين مزيانين لاعبين ديال صغيورين ومشابرك معاهم نور الدين ودار معاهم لي ريبات ودخل لهم المسائل هنا شنو تيديروا تنجيبو تا كنوصلوا دوك لي ديتاي وكنبداو ندبروا كي قال صاحبي عبدو غادي نجيب هذا خال هذا غنجيب هذه وحده خدامه في حمام كتعرف اختي طلبات لي باش تدبر على شويه ديال المسكينه ديال الفلوس صاحب ولا شويه ولا صعيبه هذه القضيه زعما ربح مي نعطي منتوج لان انت هذاك الرزق راه ماشي ديالك راه رزق ديال الشعب من حق الشعب يشوف صورته صاحبي والمواطن المغربي يشوفها برا واش نتوما عباد الله في برا الدراري كيعاودوا ليا شاد قناه صاحبي تديروا ليه مسلسل ديال 92 باقي يبان ليه ممثل فتح كتبان ليه وحده مسكينه حشومه ودوك السميات ودريه وصلت لواحد النيفو كتلقى كدوس ولا فينا ممثل باقي صغار ممثل من هذا النوع اللي لعب في المسلسل باقي صغير عادل تيقول لك مالك 92 ممثلين اللي لعبوا في هذا المسلسل مشاو لفرنسا ما عرفهم حتى واحد نعرفوهمش اصاحبي كيسحبوهم باقيين صغار كيسحب ماشي هو كيقول لي انا بنتي ليا في التلفازه قال البارح انت صغيور كتولي صاحبي التسعينات كنعاود انا فيلم وكنعاود المصيبه هو الاسماء عاد تبارك الله حنا المغاربه فيلم نلعبوا شي فيلم شي واحد كيضحك كنديروا ليه شي سميه الفروج الحمامه الغريبه وهذيك هذيك انت تبريتي منها هذيك يعني في الايامات الاولى وديز الانتاج البدايه وداك الشيء كنسلكوا فيه باقي كتقال لهم ساكن دابا غريبه غريبه هو نسى ديك غريبه انت غريبه غريبه ولاصقوا شي دري صغير ولاصقك صعيب شويه صعيب شويه صعيب